عاملاه في بيتك ده يا سهر؟ مش عاجبك الشقة؟ يضايقك يعني لو اروح انزل في اوتيل؟ ايوه بنتي مفتوح وتنزلي في اوتيل ازاي يعني؟ ولا يهمك، هنقلبوها عليها وبطيها ونخلوها لك زي الفل، هنشيل الضوافر ونخلي البيت زي القشطة. وانا تعالي روحي. عليا النعمه، كل واحد من اللي بيغني ده لهمت ولا بيصرخ ده بلع له يجي 10 قرش كده اهو. طب خلاص اتفضلي بقى حطي الميوزك اللي انت عايزاها. بتونس بيك حكم، انت مونساني وانا. قولي لي بقى ناويه تعملي ايه يا قمر؟ انا اتفقت مع بابا وعمتي نجي هنا اسكندريه وافتح مكتب واشتغل. حلو جميل. تفتكري لو فتحت مكتب واشتغلت محاميه يعني انفع؟ ممكن انجح؟ ايوه، هو احنا كنا بنتعلمه العالم ده كله ليه؟ عشان تقولي لي انجح ولا ما انجحش، تقولي لي يا ترى ويا هل ترى. يا اختي انا عايزاكي مره تجمدي قلبك كده وتعملي اللي على مزاجك. ايوه. ويوم تلوحين لي على لوحه المغرب المخملي تباشير شال يجر نجوما يجر كروما يجر غلال ساعرف انك ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ يا حبيبتي مش فاهمه ولا حاجه. معقول يا ستي؟ المهم الكلام ده ننفعه ونلحنه ونرقصه عليه؟ انت مفيش حاجه في دماغك خالص غير الغنى والرقص. امال ايه؟ هو الست تنفع خالص من غير ما تعرف ترقص وتغني؟ يا سلام. ما تسواش. تعرفي ترقصي بلدي؟ بلدي لا طبعا. يا نهار اسود. طب نعلموك. انت ما تعرفيش. يا ابني الحاجات دي خالص. اعملي 8 انا عارفه 8 بالانجليزي. ايه بتعملي يا بنت؟ ما اعرفش. فين الرخص بتاعتك؟ مش فاكرين وحسنوها فين؟ ما عنديش رخص يا ام. ام؟ طب انزلي بقى يا اختي. ليه كده ما تتحملوش علينا امال؟ طاطا تعبانه شويه مش نازله يا ام. بقول لك انزلي. مش نازله. ما تخلينيش استعمل معاك القوه، انزلي يلا، انزلي قومي. ايه ده احنا نشنقوك؟ انا انطر تضربيني بالروسيه وتفتحي دماغي؟ ان ما فرقتك يا بنت المفتريه. عارف لو ما لميتش لسانك هنفتحولك قرن. خلاص مش هتكلم. مين يا ابني النبطشي في المباحث الليله؟ وسام بيه. مين؟ وسام بيه. وسام بيه؟ ايوه. يبقى عليه العوض ومن العوض. مش هعرف اخد حقي من بنت الامام سديد الارض. يا شيخ يعني مش ناويين تعترفوا وتقولوا الطبانجه دي راحت فين؟ لف بيها يا سعاده. مش عارف حاجه عن الطبانجه دي. لف لي. راحت فين الطبانجه؟ القطه دي ما تخافش عليها يا رحمه، وديته الطبانجه فين؟ ايه اللي عارك كده يا عنتر؟ المصيبه السوداء دي يا باشا، الداهيه المهببه دي.